استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية اليوم اللورد ديفيد ريتشاردز رئيس هيئة الأركان السابق بالمملكة المتحدة واللورد جورج روبرتسون، وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية باللورد ديفيد ريتشاردز واللورد جورج روبرتسون، مؤكدا معاليه عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، في ظل الحرص المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والتواصل المستمر بين البلدين لأجل فتح آفاق أرحب في كافة أوجه التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها معاليه بالدور المهم الذي تقوم به المملكة المتحدة من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبهما أعرب كل من اللورد ريتشاردز واللورد روبرتسون عن سعادتهما بلقاء معالي وزير الخارجية، مشيدين بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مثمنين الجهود الحثيثة لمملكة البحرين في تعزيز العمل الجماعي في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، متمنيين لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.